هاي القذائف اللي عم يضربونا فيها، هذا سلاح اللي عم يضربونا فيه. شوفوا يا عرب، شوفوا يا بشر، شوفوا يا ناس، هذا سلاح اللي عم يضربونا فيه. قتلوا كل شيء، قتلوا البشر، قتلوا الشجر، قتلوا الحيوانات. الحمد لله انه نزلت القذيفه على مكان ما في ناس وما في سكان، بس يا اخي ليك في اولاد، في عندنا اولاد ضربوها بين البيوت امبارح طول الليل قصف. نحن رضيانين، نحن رضيانين تنزل علينا كل يوم 100 قذيفه، المهم يتركوا اهلنا في حمص، يتركوا بابا عمر. الله اكبر عليك يا بشار، ايش عم تساوي في بابا عمر وفي حمص؟ الله اكبر عليك.